مرحبا بكم في فيديو جديد. إليكم في هذه الحلقة أفضل 5 أفلام رومانسية. رقم 5، فيلم تيتانيك. قد يكون هذا الفيلم من أشهر الأفلام الرومانسية في التاريخ، فهو به جميع المقومات والعناصر التي تجعله عملا سينمائيا رومانسيا: التضحية والحب من أول نظرة والإخلاص. وتدور أحداث الفيلم عن روز التي تبلغ من العمر حوالي 17 سنة، والتي تنتمي إلى عائلة أرستقراطية، وتجبرها أمه على الزواج من رجل ثري. وبينما ينتقلان إلى بلد آخر عبر السفينة الأسطورية تايتانيك، تقابل جاك دوسون فنانا فقيرا وتقع في حبه. رقم 4، فيلم The Notebook. تدور أحداث الفيلم حول نوح وآلي، يلتقيان في إحدى المناسبات، وبسبب فرق المستوى المادي بينهما تعارض عائلة آلي العلاقة التي بينهما، وتجبر عائلة آلي على الارتباط بلون والابتعاد عن نوح. وبعد فترة تكتشف أن نوح أصبح غنيا وتقرأ عنه في الجرائد والصحف، فستصبح عن حيرة من أمرها: هل تستمر في علاقتها مع لون، أم تخوض المعارك مع عائلتها وتعود إلى نوح؟ رقم 3، فيلم Me Before You. الفيلم الرومانسي الذي أحدث ضجة عند نزوله في قاعة السينما. وتدور أحداث هذا الفيلم حول لو كرارك، الشاب التي تعمل في مطعم صغير ببلدة صغيرة في إنجلترا لتساعد أهلها، وفجأة يقرر صاحب المطعم إغلاقه وطردها، فبدأت تبحث عن عمل عبر الإنترنت لتجد نفسها تعمل في قصر كبير لدى عائلة ثرية لتساعد شاب تعرض لحادثة فقد على إثرها القدرة على الحركة، لتقع في حبه وتبدأ الأحداث الرومانسية ذات الطابع الدرامي المؤثر. رقم 2، فيلم The Wedding Planner. هذا الفيلم كوميدي رومانسي، وتدور أحداثه حول مخططة حفلات زفاف ناجحة في عملها، وترفض الزواج طيلة حياتها إلا أن يوقعها القدر في حب شخص، لتكتشف فيما بعد بأنها مكلفة بالتخطيط لحفل زفافه، لتبدأ المغامرات الكوميدية. رقم 1، فيلم ديار جون. يفاجئنا الكاتب نيكولاس باركس، كاتب الفيلم الشهير The Notebook، بقصة رومانسية أخرى من تأليفه. وتدور أحداث هذا الفيلم حول جندي في الجيش الأمريكي يقابل فتاة في إحدى إجازاته من الجيش، والتي يزور فيها مسقط رأسه فيقع في حبها، ولكن بعد أحداث 11 سبتمبر وعودته للجيش تتوتر علاقتهما. وهنا ستكون إنتاج حلقتنا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد. شكرا على المشاهدة.